مشاهدينا الاعزاء، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج قطار مصر. النهارده الحلقه الاخيره في شهر رمضان المعظم. طبعا يعني قالوا ايه علينا دول، وقالوا ايه كل المصريين على المسلسل الرائع، قصه الاسطوره الشهيد البطل الذي لا ينسى، وفعلا منسي لا ينسى. كلنا عشنا مع احداث مسلسل الاختيار، وكلنا شفنا قد ايه الابطال دول قدموا معاني كبيره قوي للحب، ومعاني كبيره قوي للتضحيه، ومعاني كبيره قوي. يمكن كلنا لما سمعنا عن الخبر وسمعنا عن موضوع الكمين ما تخيلناش الوضع، وما تخيلناش حجم التضحيه، وما تخيلناش ان فعلا كانت ملحمه، وفعلا كانت مرحله، كانت معركه بطوليه جدا 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 لابطالنا، واظهرت فعلا معدن الجندي المصري الاصيل. كل تحيه وكل تقدير للشهيد البطل العقيد ارقان حرب احمد المنسي، قائد الكتيبه 103 صاعقه، اللي فعلا زي ما احنا شفنا في الدراما، وزي ما شفنا في مسلسل الاختيار، وكتير من الساده المشاهدين يمكن بينت الدراما حبه لوطنه وحبه للبلد دي، وقد ايه ان هو مستعد ان هو يضحي بل بكل غالي وثمين. الحاجة اللي احنا كلنا زي ما كنا شفنا اللي حصل في المسلسل، بس الوجه الآخر لشخصية البطل الأسطورة أحمد المنسي اللي كلنا يمكن ما نعرفهاش، ان من حبه لوطنه كتب قصائد كتير جدا 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 في حب هذا الوطن، وكانت قصائد مؤثرة جدا لما كلنا سمعناها وتأثرنا بيها، زي قصيدة أنا الجيش صلبا لا ألين. فعلا حد حاسس بالمسؤولية، فعلا حد حاسس بالتضحية، فعلا حد حاسس بالوطن. مصر يا جماعة محتاجة مثل المنسي، وكلنا أبطال، وكلنا مثل المنسي. ساعة ما البلد تحتاج، وساعة الأزمات، وساعة الضرورة، وساعة القوة، كلنا بنبقى على صف واحد، وده اللي احنا شفناه وكلنا تأثرنا. وكانت الحلقة الأخيرة من المسلسل كلنا بكينا وكلنا تأثرنا بقد إيه فعلا احنا عرفنا ان الجيش المصري هو جيش الأبطال، ان الجيش المصري هو الجيش العربي القوي الذي يملك القوة القوية ان احنا نقدر ان احنا نصد اي عدوان غاشم. معانا يا فندم، معانا احد ابطال المسلسل الفنانه دينا فؤاد. الو، مساء الخير. مساء الخير، الف مبروك يا فندم من نجاح المسلسل. الله يبارك فيكم، كل سنه وانتم طيبين. عايزين بقى حضرتك تحكي لنا عن قصه المسلسل، وعن دور حضرتك، وعن قد ايه الكواليس الخفيه في المسلسل اللي احنا ما شفناهاش او ما نعرفهاش. قصة المسلسل طبعا زي ما حضرتك شفت هو الاختيار ما بين البطل الشهيد طبعا اللي كلنا بنعتز بيه، وكل شهداء مصر اللي بنعزي اهاليهم وبنعزي انفسنا. احنا بنعزي انفسنا فعلا. طبعا احمد المنسي، وما بين الارهابي هشام عشماوي. اختار بين ان انت تبقى بطل وبين ان انت تبقى ارهابي تكفيري. انا عايز اعلق على كلمة حضرتك، يعني احنا العقيدة واحدة، ولكن الاختيار هو اللي بيفرق، ان هو يكون بطل واسمه يخلد، وان هو يكون خسيس وخاين واسمه فعلا يخلد بس في النار. كده زي امبارح كده حلقه امبارح، كل الناس، كل الوطن العربي، واحنا كنا يعني رقم ثلاثة عالميا يعني بسبب حلقه امبارح، كل الناس كانت بتدعي عليه. وقد ايه يعني المسلسل بس روح البطوله في اطفالنا وفي شبابنا، لدرجه ان اطفال صغيرين وشباب في سن المراهقه بيقولوا عايزين ندخل الجيش، عايزين نروح سينا، احنا عايزين نبقى ابطال زي المنسي ورجالته. فالحمد لله كان يعني الفن رساله، والحمد لله الرساله وصلت، ووصلت زي ما سياده الرئيس كان عايز واكثر كمان. والحمد لله كل فريق العمل اجتهد، من اكبر شخص لاصغر شخص كلهم اجتهدوا لحد طيب الحمد حضرتك لله. انا اعرف ان من يعني من الاجتهاد او من الاجراءات العاديه اللي حضراتكم بتعملوها اللي هي عمليه المعايشه، فيا ترى حضرتك كان في معايشه بينك وبين حد من ازواج الابطال الحقيقيين؟ والله يا فندم انا دور نسرين عشماوي، مرات الخسيس زي ما حضرتك قلت هشام عشماوي او الارهابي هشام عشماوي، انا تعايشت من الدور بتاعي اللي انا شرف ان انا طبعا شاركت في المسلسل البطولي التاريخي ده من خلال الورق بتاع ده. شرف لكل المصريين ان احنا انتجنا مسلسل زي ده.
أكيد طبعا. فأنا كانت المعيشة من خلال الورق اللي أستاذ باهر دويدار كتبه، ومن خلال ملاحظات دكتور بيتر ميمي المخرج، فقدرت أتعايش معاهم لحد ما وصل للمشاهد اللي أنا عملتها وشاركت بيها في الحلقات الأولى. يعني احنا طبعا يعني انا بنقل راي الناس وبنقل راي الشارع. احنا فعلا محتاجين مثل هذه الادوار ومثل هذه المسلسلات ومثل هذا الانتاج اللي فعلا بس جوانا روح حب الوطن بالشكل ده. أنا أتمنى والله العظيم إن الفترة الجاية يعني يبقى كتير نكرر التجربة السينمائية لفيلم الممر والتجربة الدرامية لمسلسل الاختيار، نكون على النهج ده الفترة الجاية. كل سنة بينتج فيلم ومسلسل فيه بطولات ومعارك استشهد فيها أبطال، علشان قد إيه نبين إن الجيش ده يعني إن الحياة دي قام رخيصة، على إن الحياة دي صدرنا رخيصة مقابل كمصريين. الوطن. يعني طيب طبعا بعد المسلسل وبعد ما المسلسل فعلا حاز قبول قوي جدا في الشارع، بقى يا ترى الشارع معاكي دلوقتي عامل ازاي؟ الشارع احنا في كورونا ومحاصر. لا اقصد بيتفاعل معاكي ازاي؟ يعني الشارع والله بيتفاعل. اتفاعل من خلال السوشيال ميديا طبعا، كل الناس تفاعلت، كل الناس من اصغر يعني سنا من الاطفال للكبار تفاعلوا جدا، كل الفنانين تفاعلوا جدا من خلال بوستات نزلوها عندهم بيشيدوا بمعركه البارس او المعركه اللي حصلت امبارح اللي استشهد فيها ابطالنا. الحمد لله كان تفاعل فوق عقل اي حد ده يتخيل. حقيقي، بس انا اقصد ان دور حضرتك كان دور مؤثر جدا جدا جدا، فازاي الشارع المصري او ازاي بيتعامل مع حضرتك دلوقتي؟ لا يعني والله هم عارفين الحمد لله، الشعب بقى عنده ثقافة وعنده وعي وعارف ان ده دور انا بقدمه علشان ابين شخصية معينة للناس. هم شافوا الحمد لله ان انا قدمت واتأدى الدور براعة فعلا. بشكل فيه استحسان، فالحمد لله. طبعا كل التعليقات اللي جات لي كانت تعليقات ايجابيه، انا بشكرهم عليها. وهم عارفين ان دي شخصيه انا هم كارهين نسرين العشماوي وحابين دينا فؤاد. ده حقيقي الدور اتأدى بمنتهى البراعة وفعلا وصل لنا بكامل تجسيد الشخصية، وكان دور رائع. وكل أبطال المسلسل يعني ما كانش فيهم حد إلا ما على قدر المسؤولية وقدر حبه للوطن كان ظاهر قوي على الشاشة. أنا شاكر لحضرتك جدا، شكرا وأتمنى جدا إن شاء الله يعني نتقابل في أماكن تانية وفي أعمال تانية تكون أقوى إن شاء الله يا وعلى رب نفس هذا النهج يا رب. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد علينا وعلى الأمة وعلى الإسلامية الأمة العربية كلها. كلها يا فندم. شكرا شكرا. سلام. زي ما اتكلمنا وشفنا الأدوار وشفنا قد إيه كان الوطن والتضحيات اللي قدموها القوات المسلحة واللي قدمتها الداخلية المصرية، وقد إيه الناس دي فعلا فعلا بيتعبوا عشان إحنا ننام آمنين وننام سالمين. وده يعني أقل حاجة نقدر نقدمهم هي تحية الشكر والتقدير، وتحية شكر وتقدير لكل أم شهيد ولكل زوجة شهيد. ويعني أتمنى إن إحنا كلنا نكون شهداء فداء هذا الوطن. كلنا مش هنقدر ننكر ومش هنقدر ان احنا ننسى ان احنا في ازمه وان احنا في مشكله كبيره، وهو فيروس الكورونا اللي بدأ ينتشر وبدأ فعلا ان احنا نحس فعلا بالقلق. بس يا ترى احنا هل خدنا الاجراءات الاحترازيه او خدنا الاجراءات اللي هي تبين فعلا ان احنا شعب عنده نوع من الوعي؟ يعني انا حاسس ان احنا لسه محتاجين كمان يا جماعه ان احنا نقرب شويه من الوعي المجتمعي. احنا كويس ان احنا يعني كلنا عايزين نخرج وعايزين نروح وعايزين، بس احنا فعلا في ازمه حقيقيه، وده راي العلماء وراي طبعا ان احنا عايزين ان احنا يبقى في معايشه اكتر من كده، وان احنا نقرب فعلا لبر الامان اكتر من كده. لان طبعا يعني ابسط شيء ان احنا الحاجات الدوريه اللي احنا من التعقيم للكمامات، ومشكله الكمامات اللي اصبحت يعني نظره الوجود دلوقتي في مصر، لان طبعا الاستهلاك اليومي يعني انا شايف ان احنا طالما هي مننا وفي تعايش يبقى لازم يكون في وفره في الكمامات وفي المعقمات وفي كل مع الموجه اللي احنا ماشيين فيها. عايزين معانا دلوقتي الأستاذ هيثم طلحة أحد رجال الأعمال المصريين في الصين، يكلمنا عن الكمامات في الصين دلوقتي إيه، أو إيه اللي هم عملوه عشان يقدروا إن هم مش يتعايشوا بس، لأ ده هم كمان قدروا إن هم
يوصلوا لقدر كبير من ان هو يقول ان زيرو زيرو حالات. هنطلع فاصل وناخد الاستاذ هيثم طلحه. ورجعنا لكم تاني، والتعايش مع الكورونا والتعايش مع الازمات، وخبراء كتير بيأكدوا ان لازم يكون في تباعد جسدي، ولازم يبقى في اجراءات مشددة ان احنا وقائية، ومن اهمها استخدام الكمامات واستخدام المطهرات، اللي انا شايف ان احنا في مصر شوية دلوقتي ابتدينا يعني نخف شوية من استخدام مثل هذه الاجراءات. معايا الاستاذ هيثم طلحة. الاستاذ هيثم عضو منتدى رجال الاعمال بالصين، العرب بالصين. استاذ هيثم تقريبا في خطا في الاتصال يا شباب. يا مرحبا دكتور. استاذ هيثم يا مرحبا دكتور حلمي، اخبار حضرتك ايه يا قبطان؟ يا ازيك يا دكتور، ازي حضرتك النهارده؟ عيد سعيد على حضرتك وعلى الشعب المصري كله يا دكتور. طبعا حضرتك دلوقتي، يا ترى اجواء الصين دلوقتي ايه يا استاذ هيثم؟ وانا يمكن عايز اعرف الساده المشاهدين، واسمح لي في اللفظ اللي انا هقوله، ان احنا معانا دلوقتي على الهواء مداخله من علي بابا العرب، فعايزين نعرف يعني من اجواء الصين. الله يخليك. يعني هل نرفع هاشتاج الكمامه قبل الندامه؟ بص يا دكتور، ما زلت لو تتذكر يا دكتور من كام يوم لما كنت مع سيادتك وقلت لسيادتك الصين هي اروع وافضل تجربه في مقاومه فيروس كورونا. حقيقي. ما زلت انا من خلال المنصه بتاعت حضرتك والشاشه بتاعت حضرتك بناشد اهلي الشعب المصري، يا ريت نلتزم بموضوع الكمامه، هنا ممنوع اي حد يمشي من غير كمامه يا دكتور. ده مهم جدا. نجاح مقاومه الصين لفيروس كورونا هو التزام الشعب الصيني بارتداء الكمامه دائما، الكمامه والتباعد الاجتماعي قدر المستطاع يا دكتور حلمي. ده مهم جدا، بس يعني عن علم حضرتك يعني بعض رجال الاعمال متخوفين ان استيراد الكمامات في الوقت الحالي تبقى عرضه لنقل الفيروس او كده، تعليق حضرتك ايه؟ لا يا دكتور طبعا كلام غير صحيح، يا دكتور في اشكاليه. في نقص في الكمامات، نقص شديد، نقص شديد يا استاذ هيثم فعلا. انا من خلال الشاشه بتاعت حضرتك بالظبط، انا من خلال الشاشه بتاعت حضرتك، ليه يا فندم في اشكاليه؟ ليه ما نسهلش اجراءات استيراد الكمامات؟ دول الخليج كلها يا دكتور، انا هنا في الصين وشغال طبعا في نفس المجال او حاجه زي كده، دول الخليج كلها فاتحه الباب، سهلت الاجراءات، حتى المملكه العربيه السعوديه عندها اجراءات مشدده ايضا زي عندنا كده وزاره الصحه. ولكن تسهيلا للاجراءات بيسهلوا الاجراءات على الناس. طالما المصدر موثوق فيها يا استاذ هيثم، ليه ما نسهلش؟ هو طبعا عشان الاتصال من الصين، فطبعا في فرق في يعني انا بقول دلوقتي ليه ما نسهلش الاجراءات بحيث ان هي تبقى متاحه ويبقى السعر غير محمل عليه اجراءات او رسوم عاليه، ونقدر ان احنا يعني نكفي طبعا ال 100 مليون، لان احنا تقريبا في اليوم الواحد حضرتك ممكن نستهلك يعني كم كبير جدا جدا، يعني الاسره الواحده ما بيقلش عن 50 كمامه في اليوم، يعني بوكس كامل، فراي حضرتك ايه؟ هي المشكلة يا دكتور حلمي مش في التكاليف ولا الضرائب ولا الجمارك، هي المشكلة في تعقيد الإجراءات. أي تعقيد الإجراءات في مصر عشان يحب إن هو يستورد كمامات لابد إنه ياخد موافقة من وزارة الصحة، والموافقة دي بتاخد لها مش أقل من أسبوع 10 أيام وفيها تعقيدات. فإحنا بنطالب وزارة الصحة إنها تتعاون مع الجمارك في تسهيل الإجراءات بحيث إن ممكن يتم فحص ساعة الوصول وليس إجراءات ما قبل، لازم يكون في حفظ وكالة ولازم يكون في يعني أنا شايف إن الصيدلات الكبرى ثم عرضها على الجمارك. يعني ليه ما نفتحش المجال للصيدلات الكبرى؟ مش لازم يعني إن احنا يبقى الإجراءات معقدة. طب من خلال خبرة حضرتك إيه العقبة الحالية بالفعل؟ العقبات يا دكتور زي ما قلت لسيادتك هي ان وزاره الصحه بتشترط حصول المستورد على موافقه مسبقه،
والمفاديه يا دكتور بتاخد لها مش اقل من شهر او شهرين للمستورد، فطبعا بتعمل تعقيد للمستورد انه يحاول يستورد الكمامات. شهر او شهرين تخوف اي واحد يعني، تخوف اي مستورد حضرتك. يعني اي رجل اعمال او اي مستورد لما الاجراءات هتاخد شهر او شهرين، امال يعني طبعا مؤشر خطر جدا جدا. ما ده عشان كده بنطالب وزاره الصحه انها يعني في هذه الفتره الاستثنائيه تعمل نوع من التسهيلات المؤقته لمده حتى 6 شهور يا دكتور، مش اكتر من كده، بس بحيث انها تفتح الباب وتسهل وصول الكمامات. طب لو احنا قلنا يعني الدول العربيه او تجربه الدول العربيه عملوا ايه في مثل هذه المواقف؟ او يعني تحديدا دول بالاسم يا يعني دكتور ايه؟ انا اعلم من خلال معلومات يا دكتور ومن خلال تجارب دول زي الامارات وزي الكويت وزي البحرين وزي عمان، كل الدول دي يا دكتور فتحت الباب وعملت استثناءات لمده 6 شهور او لمده سنه، ولذلك الكمامات ما بتاخدش وقت انها تخش الاسواق الدول دي، وحصل في نوع من التيسير، حصل في نوع من بقاش في مشكله في تواجد الكمامات، فالناس ما عندهاش حجه انها ما تلبسش الكمامات. بالظبط، والمفروض يبقى في اجراءات صارمه او غرامات او اي حاجه على عدم على عدم ارتداء الكمامه، لان طبعا احنا حضرتك مش بنحمي نفسنا بس، لا يرتدي الكمامه. ده كلام مهم جدا جدا جدا، ويعني احنا بنناشد الساده المسؤولين وبنناشد يعني وزاره الصحه يبقى في تنسيق بينها وبين الجمارك على مثل هذه الامور، ويبقى يفتحوا الباب ولو لمده 6 شهور بحيث ان احنا نقدر ان احنا نكفي الانتاج ونكفي الانتاج المحلي ويزيد، ونقدر ان احنا برضو يعني نفتح مجال لان احنا استيراد الكمامات والمطهرات. طيب اخر مشاريعك يا استاذ هيثم بالنسبه كرجل اعمال مصري موجود في الصين، يعني لو تكلمنا على المنصه كده لان انا متابع، فعايزين نعرف يعني نقدر نستفيد ازاي. الحمد لله. والله التجربه الفريده بتاعت حضرتك دي يمكن التجربه العربيه اللي كلنا نفخر بيها. ان انا طبعا علاقه المداخله معانا يا شباب. اتفضل اتفضل يا استاذ هيثم. الاتصال يا شباب معانا ولا؟ طيب انقطع الاتصال، بس استفدنا حاجه مهمه جدا جدا، ان احنا الكمامه قبل الندامه، وبناشد الساده المسؤولين ان يبقى في اجراءات صارمه على التزام بالحظر والالتزام بالكمامه والالتزام بالتباعد الجسدي عشان نقدر نتعايش في مثل هذه الامور. في نقطه مهم الاستاذ هيثم لسه معانا؟ معاك يا دكتور. يعني احنا عايزين نوجه رساله كده للساده المسؤولين هنا في مصر يا استاذ هيثم، ونعرف نقدر نستفيد ايه من منصه حضرتك اللي هي تسهل لنا كتير من الاعمال التجاريه داخل مصر، وده في النهايه هيعود بشيء ايجابي جدا 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 على الاقتصاد القومي. بص يا دكتور، العلاقه بين مصر والصين بصفه خاصه وبين الصين والدول العربيه هي علاقات قويه جدا. نحن بنحاول من هذا الاطار ان احنا نبني اداه تواصل تسهل من اجراءات العمليات التجاريه بين مصر والصين بصفه خاصه، ومصر والصين والدول العربيه. الصين هي اكبر سوق مستورد وسوق مستهلك على مستوى العالم. من خلال منصه جو تشاينا اونلاين، المنصه بتاعتنا اسمها جو تشاينا اونلاين يا دكتور. جو تشاينا اونلاين، يعني يا ريت يا شباب لو ننزلها على الشاشه بعد اذن مخرجنا. واداه الترابط ما بين التجار العرب والتجار المصريين وما بين السوق الصيني. يعني احنا كده بنربط، احنا حلقه وصل بين التاجر والمصنع وهو في مكانه، صح كده؟ مظبوط يا دكتور. احنا دلوقتي المنصه يا دكتور هتكون اول منصه عربيه باللغه العربيه الام تصل ما بين التجار المصريين سواء مصدرين او مستوردين مع التجار الصينيين ايضا، في تسهيل الاجراءات، لان الشركات اللي هتكون هنا هي شركات عربيه وشركات صينيه تتواصل مع التجار المصريين والمصدرين والمستوردين المصريين. طب احنا عايزين هل العكس، هل ايه الثقه والامان في التعامل؟ طيب دلوقتي لو قلبنا الشاشه،
هل دلوقتي احنا عايزين نربط بين التجار والمصدرين المصريين بالاسواق الصينيه؟ وانا عارف ان كان لحضرتك تجربه مماثله لمثل هذا الحديث. طبعا يا دكتور، انا ما زلت، ولو تتذكر المره الماضيه يا دكتور مع حضرتك، انا وجهت رساله للمصدرين والمصانع المصريه، لو سمحتم وجهوا البوصله بتاعه حضراتكم الى السوق الصيني. احنا هنا في منتدى تجاري الاعمال يا دكتور عملنا حاجه اسمها الصاله العربيه للمنتجات المستورده، من خلال هذه معرض دائم طوال 24 ساعه. من خلال هذه الصاله يستطيع المصنع المصري والمصدر المصري انه يعرض منتجاته وعينات المنتجات الخاصه به في هذه الصاله التي يتردد عليها التجار والمستوردين الصينيين. وهذه الصاله تتواجد في مدينه كيوو التجاريه، واحده من اشهر المدن التجاريه على مستوى الصين. واظن ان هي مدينه يعني معروفه ان هي مألوفه بالنسبه للعرب، صح كده استاذ هيثم؟ كل التجار والمصدرين والمستوردين المصريين والعرب يعرفون هذه المدينة حق المعرفة، لأن بها واحد من أشهر الأسواق التجارية على مستوى الصين وعلى مستوى العالم، وهو سوق الفوتيان التجاري الشهير الذي يحتوي على أكثر من 80,000 عارض صيني يعرضون بضائعهم في مكان واحد يا دكتور حلمي. ممتاز جدا، وأتمنى أن تتاح لنا الفرصة أن احنا نكون موجودين معاكم، وأن فعلا نحاول أن احنا نقرب الصورة ونقرب وجهات النظر، ونقرب ازاي ان المصري يقدر ان هو يصدر ويقدر يستورد عن طريق هذه المنصة بشكل ممتاز جدا. بشكر حضرتك جدا جدا، وببقى سعيد جدا وانا حضرتك معانا في البرنامج. شكرا يا دكتور. العفو حضرتك. قبل ما نعدي موضوع الكورونا، انا عايز بس اتكلم في نقطة بسيطة، ان احنا داخلين على الاعياد والتعايش مع الكورونا مهم جدا جدا جدا، وحاجة ممكن كلنا ننساها، موضوع يا جماعة البالونات، وقد ايه البالونات بنفرح بيها وبتجيبها لاطفالنا وكده، بس يا ريت ان احنا البالونات اللي هو كل طفل وكل شخص هيحوز بالونة يكون هو اللي نفخها لنفسه، لان البالونات دي ممكن تكون يعني قنبلة موقوتة داخل البيوت. لو الـ نفخ البالونات دي حامل للفيروس او كده، وهذه البالونه فرقعت في البيت او حصل لها انفجار في البيت، فهي بمثابه قنبله موقوته لكل اهل البيت. فاتمنى ان احنا نحافظ على التعايش مع فيروس الكورونا، ونحاول ان احنا نتعايش بشكل فعلا يبين فيه قد ايه وعي الشعب المصري. معانا دلوقتي وقعة غريبة جدا جدا جدا، مش عارف اعلق عليها ازاي وحصلت ازاي وايه الموضوع. وقعة حصلت في حدائق القبة لمحامي شهير جدا جدا جدا. هذا المحامي يمنع بالقوة ان هو يدخل مكتبه، ويمنع كمان ان هو يدخل حدائق القبة بالكامل، ده غير ان هو اساس مكتبه بالكامل تحطم. فيعني انا عايز اعرف ايه المشكله وايه الاسباب، وده ليه واحنا داخلين على العيد، وليه كل ده وليه سبب المنع. استاذ طاهر معايا؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ طاهر. مساء الخير يا دكتور. احكي لي كده ايه اللي حصل، وانا قلبي معاك، ويعني انا شايف ان هو واقعه غريبه جدا. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ومساء الخير على مشاهدينك الكرام وعلى اسره البرنامج المحترم. اتفضل. انا عايز اسمع منك بقى تفاصيل المشكله بالكامل، لان انا بصراحه يعني احنا شايفين صور بالتزامن مع كلام حضرتك صعبه جدا. ايه الموضوع يا استاذ طاهر؟ الموضوع يا فندم ان انا عندي كان عندي موكل اسمه محمد رشاد. محمد رشاد هو لا يعمل، تمام، هو شغال جارد، كان زمان بيشتغل في الملاهي الليليه وكده، وبعدين دلوقتي بقى مع كبر السن بقى يخش في مشاكل ونزاعات مقابل المال يعني. بس انا كنت ماسك له قضايا قانونيه، صحه توقيع العقد، ايصالات امانه مثلا يجيبها لي. ده طبيعه شغل حضرتك يعني، شغل بالظبط يا فندم بالظبط. فوجئت، كان المفروض ان في يوم كان تم الاتفاق عليه ان هو يجي ياخد اوراقه من المكتب ويمضي على اقرار استلام، وفي عنده متبقي اتعاب، وده مثبت لنا قرابه حوالي 200,000 جنيه. فانا كنت منبي على اساتذه عندي في المكتب، والناس يعني قالوا لي ما فيش داعي ان انت تكون حاضر اللقاء، عشان خاطر هم عارفين طباعه وعارفين طريقته وكده يعني. فما كنتش موجود في يوميها في المكتب،
المهم هو راح عشان يستلم ورقه، فالاستاذ مدير المكتب قال له يعني ان ما ينفعش، قالوا ساله على الاسعار يعني، فقال له لا ما فيش فلوس مش دافع حاجه. طيب ده يعني دي ده 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 نوع من يعني، هو حضرتك مش المفروض يكون في اتفاق مسبق على الاتعاب او على الرسوم او على كأي موكل عادي يعني ولا؟ يا فندم، في طبعا، وفي رسائل بينا على الواتساب بتثبت الكلام ده ان انا ليا عنده باقي اتعاب. انما انا يعني انا كان في الاول في الاخر انا مستعوض ربنا في اي فلوس، المهم ان انا اقصر الشر عشان خاطر انا مكتبي ومستقبلي وسمعتي، وانا عندي يعني يعني ايه اللي يوصل، ايه اللي يوصل القصه لمنع حضرتك من دخول حدائق القبه؟ يعني ايه اللي يوصل؟ ما انا هقول لحضرتك يعني، هو القصه ليها تفريعه ثانيه ما تخصش محمد رشاد، انما تخص عضو مجلس شعب سابق كان عندنا في الحدائق سنه من 2000 ل 2005، كان عن الحزب الوطني. انما هو محمد ده يعني بيعتبر نفسه هو الراجل اللي بيحميه، يعني هو بيحمي عضو مجلس الشعب السابق يعني. انما هي ما كانتش القصه وقعت المكتب، كانت ربطوها في الاوراق، هو رفض يمضي على اقرار الاستلام، فبدا يتلفظ بالفاظ خارجه وسب لي الدين في المكتب في غيابي وتلفظ بالفاظ خارجه، فخرجت الاساتذه يقولوا له يعني عيب احنا في رمضان وانت صايم وكده، ما لكمش دعوه انا فاطر. فلما الاستاذ محمد مدير المكتب رفض ان هو يسلمه المستندات ورفض يسلموا الاوراق الا لما يمضي على اقرار الاستلام، وقال له حضرتك هتستلم 1 2 3 4 بس، طبعا لان الشباب صغير في السن وهو ضخم 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 جدا يعني، فخافوا ان هم بتهيألي دي اجراءات طبيعيه يعني لاي مكتب جداً شهير. جدا انا عشان في خلاف، فكان لازم عشان خاطر امن نفسي وامن مكتبي ان ما حدش يرجع عليا بالمساءله القانونيه، كان لازم ان انا اخد اقرار استلام المستندات عليه. حتى دي كمان يعني هو رفض ان هو يدفع اتعاب، واحنا استعوضنا ربنا، قلنا مش مشكله، مش قصتنا الاتعاب، مش هنضيع طيب مستقبلنا. سريعا كده يا استاذ طاهر، يعني انت كرجل قانون ايه الاجراءات اللي حضرتك اتخذتها، وهل في تحرك واضح ولا في تخاذل ولا الدنيا ايه؟ هقول لحضرتك انا اللي حصل طبعا بعد الواقع. احنا انا طبعا على فكره السلطات المختصه وعلى راسهم الراجل السيد اللواء المحترم نبيل بسليم كان على علم بالموضوع حتى من قبل ما يحصل، لان انا بيحصل معايا كذا وفي تهديدات وفي ناس بتهددني، وبعد الواقع اخترت برضه باللي حصل. انما طبعا احنا بعديها رحنا القسم واخترنا النجده وعملنا بلاغات نجده ورحنا القسم عملنا محضر. طبعا للاسف 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 الشديد أنا بكن كل تقدير واحترام لمباحث حدائق القبة بالكامل، إنما السيد رئيس المباحث على علاقة وطيدة بالراجل ده الجارد ده من 20 سنة، هو أقر بنفسه يعني، وإحنا في مكتبه لما طلعنا هو ده كلام مهم جدا، بس ده كلام على مسؤولية حضرتك. أيوه طبعا يا فندم، أنا بقول لحضرتك على مسؤوليتي، لأن الكلام ده السيد رئيس المباحث أفصح ده كلام خطير جدا، ده كلام خطير جدا. ما أنا بقول لحضرتك السيد رئيس المباحث، رئيس مباحث حدائق القبة مقدم خالد بيه سيف افصح عن الكلام ده، واحنا في مكتبه امام المحامين عندي في المكتب وقدام بعض الاساتذه المحامين من خارج المكتب، وقال انا فعلا اعرفهم واعرفه هو وصاحبه اللي هو انتيمو يعني من 20 سنه من ايام ما كان ده الدراع اللي نصا يعني نص كلام السيد رئيس المباحث، وده في البلاغ الذي قدم للسيد النائب العام انا ذكرت نص كلام السيد رئيس المباحث، ان اولا حضرتك هو قال ان انا اعرفهم من ايام ما كان ده الدراع اليمين لصبري نخنوخ وده الدراع الشمال لصبري نخنوخ، واقر كمان نصا على لسانه ان صديقه الانتيم ده حبيبي. والعكس ده على الاوراق ان تحريات المباحث جت تحريات مبهمه ان هو كان موكل وان هو دخل المكتب، انما جوه احنا ما نعرفش بقى ايه اللي حصل يعني. تمام؟ وانا في القسم حتى السيد رئيس المباحث عرفت ان هو كلم السيد عضو مجلس الشعب عن حدائق القبة نائب خالد عبد العزيز شعبان وطلب منه ان هو يحل الموضوع يعني بشكل ودي. فطبعا انا طبعا يعني متاثر جدا بهذه الواقعه. و يا فندم انا بلطجيه تحت مكتبي، لما رحنا المحكمه كانوا بيلفوا بالعربيات حوالين المحكمه وكل شويه واحد يطلع لي يبص للاساتذه ويهددهم ويظهر هو. طبعا دي استغاثه، احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك. وطبعا استغثت يا فندم وبعت طبعا تلغرافات للسيد رئيس الجمهوريه والسيد وزير الداخليه وللنائب العام، وتقدمنا ببلاغ للنائب العام انا بتعرض لارهاب معنوي وارهاب نفسي وبتعرض لخطر انا وبيتي واولادي، وبتعرض وتهديدات ان انا يتعمل فيا محاضر كيديه علشان خاطر اتنازل عن المحضر. الاساتذه عندي اقسم لك بالله العظيم الاساتذه اللي معايا في المكتب
تواصلوا مع أهاليهم بالكامل لإرغامهم وإكراههم نفسيا على التنازل والعدول عن أطوالهم في المحضر. وبالفعل عندي كان عندي طالب. لا حضرتك احنا في احنا احنا في بلد فيها قانون، واعتقد ان ده مش هيحصل. طبعا انا راجل قانون وانا يمكن دولة. عشان أنا راجل يمكن دولة عشان وقت الأول. البرنامج هضطر ان انا يعني طبعا يعني احنا حق الرد مكفول لكل الاطراف طبعًا. المعنيه طبعًا. واتمنى طبعًا. ان احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، ودي استغاثه صريحه لحل هذه الازمه وبسرعه. أنا أتمنى إن شاء الله إن هي تتحل في أسرع وقت. أستاذ رئيس الجمهورية وأستاذ وزير الداخلية، يعني أتمنى إن حضرتك يكون لينا مداخلة تانية بعد حل الموضوع. أتمنى إن شاء الله. شكرا يا فندم لحضرتك. طبعا إحنا داخلين على عيد، والعيد كله فرحة، وكل سنة وأنتم طيبين، والأمة الإسلامية والأمة العربية بخير، وإن شاء الله يبقى عيد كله فرحة وسعادة. بعد ما هنرجع ونقول ان احنا الوعي من الكورونا، لا عايزين بقى نتكلم عن الوعي التغذوي، وازاي نقابل الكورونا بعلاقة صحية وعلاقة مهمة جدا، لان احنا شعب شوية ممكن نلخبط شوية في العيد في الاكل وفي الاغذية، ويبقى في نوع من الـ يعني بنعتبر العيد ده اليوم الفري بتاعنا. طيب احنا معانا الدكتورة هالة عسكر، استشاري التغذية بجامعة دكتورة هالة عسكر، استشاري التغذية العلاجية بجامعة الاسكندرية. دكتورة هالة اهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم. الصوت في حاجة يا شباب؟ دكتورة هالة معانا؟ هو في مشكله في الاتصال، بس بنأكد ان نهتم بالاكل الصحي وبالاكل فعلا اللي هو يحافظ على صحتنا زي الخضروات. معانا الدكتوره جاهزه؟ دكتوره هاله اهلا وسهلا يا فندم. كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. وحضرتك طيب يا دكتور. نصيحه توجهيها لينا والنظام الغذائي في العيد. ممتاز، سؤال حلو. عايزين بس كلنا نكون عارفين انه العيد ده يختلف عن اي عيد تاني. بالظبط يا فندم. في ظل وجود الوباء اللي موجود. فانت كنا احنا بنقول كنا حريصين قبل كده ان احنا نتكلم عن عدم الاكثار من الاكل الدسم والحلويات البوتيفور والبسكوتات والكحك زي ما هو متعارف في البيوت المصريه عندنا. ان احنا نقلل منها. وطبعا من خلال ما احنا دايما بنتكلم ومن خلال شغلي بلاحظ انه طبعا انك انت لما بتيجي تفرض على الناس تقول لهم تقللوا من الاكل ده، مش اي حد بيقدر يقتنع بالكلام ده، او يعني مش صعب تنفيذه، لانها عاده متاصله، عاده فرعونيه. ده حقيقي فعلا يا فندم. بس احنا طبعا احنا عندنا الوعي التغذوي شويه في العيد بنطلع بره الحدود شويه. بنطلع بره الحدود كتير. انا عايزه اعمل بس احط الكلام اللي جاي ده تحت المجهر، واقول انه احنا بنركز من ساعه لما ظهر الوباء الى ان شاء الله ما يختفي، وحتى بعد ما يختفي بنركز على تقويه جهاز المناعه. ده مهم جدا. لخبطه الاكل حضرتك يا دكتور، حضرتك عارف طبعا لخبطه الاكل والاكثار من الحلويات. طب ادينا امثله يا دكتوره عشان نبقى كده دخلنا في الصميم، نقول للناس يعيدوا ازاي، وايه الاغذيه اللي ممكن ترفع لنا المناعه وتكون موجوده في كل بيت مصري. ممتاز. انا بس هجاوب على حضرتك، بس انا عايزه اقول ان الاكل الحلويات والسكريات بكميات كبيره في اي وقت بطريقه عشوائيه، ده بيقلل جهاز المناعه جدا، بيقلله بالماينس اضعاف اضعاف. فنكون عارفين اللي هياكل حلويات كتير يبقى عارف ان هو جهاز المناعه عنده هتقل المناعه. طيب نعمل ايه؟ نعمل ايه في العيد؟ مفيش مشكله ان احنا ناكل حاجه من حاجات العيد، بسكوت او بيتيفور او اي نوع، او حتى كحك، بس بلاش يعني السكر. احنا مش عايزين الاعداد تزيد يا جماعه عن الاعداد اللي ظاهره قدامنا دي، الاعداد مرعبه جدا. ده بيان وزاره الصحه النهارده، واعداد مرعبه يا دكتوره فعلا. المناعه دلوقتي احنا هي كلمه السر عندنا، المناعه هي اللي بتتحط تحت المجهر. فان احنا نقلل الحلويات بشكل، يعني
انا مش عايزه اقول نمنع، لو انا في امكاني هقول لنا كلنا هنمنع الحلويات. خلاص كلنا نمنع الحلويات يا دكتوره لو هي دي اللي هتزود المناعه. انا طبعا هتقلل المناعه. انا طبعا شاكر لحضرتك وجودك معانا، ونتمنى ان ناخد من حضرتك معلومات اكتر واكتر. دكتوره هاله عسكر استشاري التغذيه العلاجيه، وسعداء بحضرتك جدا. طيب قبل ما نختم فقرتنا، طبعا مش هننسى محافظ الدقهليه المجتهد الدكتور ايمن مختار، اصيب هو وزوجته. يعني يا جماعه يعني تخيلوا المحافظ وزوجته من العمل الدؤوب، ومن يعني محافظ في شوارع الدقهليه، هو بالفعل كده. فبنتمنى له الشفاء العاجل، وبرغم كل هذه الظروف وبرغم هذه الإصابة الخبيثة، إلا أنه يباشر أعماله ويباشر أعمال المحافظة بشكل وكأنه موجود معانا. إحنا عايزين نطلع من المحطة دي لمحطة تانية، ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.